في كل يوم وكل ساعة يخطو إقليم كردستان خطوة في ورشة عمل متكاملة بين كل القطاعات، يضاف إليها الاستقرار ونعمة الأمن الذي كاد يهجر أكثر المدن العراقية وأكثر دول المنطقة. مضى وقت على الزمن الذي تعرض فيه الكرد للظلم والقهر. صنع الكرد إرادة قوية للخروج من دراما الحزن والنواح على مآسي الماضي. التضحيات الكبيرة علمتهم الدفع نحو التنمية الشاملة التي يشهدها الإقليم. أرحب بكم أعزائي المشاهدين من إربيل العراق عاصمة إقليم كردستان. أرحب بضيفي رئيس الإقليم السيد مسعود برزاني. يحق لإقليم كردستان اليوم التفاخر بالتنمية المستمرة التي حققها خلال سنوات قليلة ماضية. يحق لإقليم كردستان التباهي بتجربته الديمقراطية التي قطعت مسافة معنوية جيدة إذا قيست بالزمن أو بما يحدث في مدن عراقية كثيرة من تقاتل وإقصاء وتطرف، تطرف في الشارع وتطرف عند عدد من بعض القيادات السياسية العراقية، تطرف يقلق الكرد على تجربتهم ويقلقهم في أن يعيدهم إلى الماضي الذي تجاوزوه ولكن بالتأكيد لم يتناسوه، ماض يلح على الكرد للاستفادة اليوم من الفوضى السياسية العارمة في المنطقة للتحقيق حلم الاستقلال وإعلان الخطوة الأولى في استرجاع ما يسميه الكرد كردستان الطبيعي، الواقع بين أربع دول، لكل دولة هموم داخلية وأقليمية تتركها بموقع العاجز جزئيا أو استراتيجيا في حال قرر الكرد امتلاك الجرأة لتحقيق حلم راود كل كردي وكردية على الأقل منذ اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة. أهلا بكم من جديد، أرحب بك سيادة الرئيس كاكا مسعود برزاني، شكرا لاستضافتنا بأربيل. أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا سيادة الرئيس. الكل اليوم يشاهد اللقاء وفي كل مرة أجلس معك للقاء السؤال الأول، هل اليوم أصبح حلم الكرد بتحقيق الاستقلال ودولة كردية أقرب إلى الواقع؟ هو حق طبيعي للكرد كما هو حق طبيعي لأي أمة أخرى، لكنني أؤكد مرة أخرى وأكرر ما قلته سابقا أن هذا الهدف لن يتحقق بالعنف وإنما بطريقة سلمية وديمقراطية، ويجب أن يعطى الوقت اللازم. الآن يجب أن نفكر في المراحل الأولى، أن يحقق الكرد بعض أهدافهم ويحصلوا على حقوقهم في كل جزء وفق خصوصيات ذلك الجزء وبطريقة سلمية وديمقراطية. أما استقلال كردستان فهذا حق طبيعي وأنا متأكد أنه سيتحقق، ولكن متى لا أدري. هل تعتقد أن الظروف مناسبة أكثر من أي وقت مضى؟ بدون شك، يعني الظروف المستجدة هي ظروف تختلف كثيرا عن الظروف السابقة، وهي فرصة كبيرة جدا أمام الكرد لتحقيق الكثير من أهدافهم، وقد حققوا الكثير من أهدافهم. سابقا كان هناك إنكار للوجود الكردي، الآن يجري الحديث عن حلول سلمية للقضية الكردية في كل مكان، وهذا بحد ذاته يعتبر تطور كبير. هل هو إنجاز كردي بسبب أنه أنتم عرفتوا كيف تنظموا نفسكم، أم هو بسبب يعني أوضاع العربية والأقليمية؟ هذا الوضع يعود لمجموعة أسباب. الكرد عرفوا كيف يتصرف وكيف يثبت للآخرين أنهم عامل استقرار وليس عامل تهديد لأحد. دائما كان هناك في العالم العربي أحزاب وشخصيات يتفهمون القضية الكردية. طبعا وضع إقليم كردستان العراق هو الأفضل بين يعني وضع الأكراد، إن كانوا متوزعين موزعين في سوريا في إيران في تركيا، بين هذه الدول سيادة الرئيس أين هو الوضع الأسوأ بالنسبة للأكراد أو الأضعف؟ طبعا لا تنسين أن الكرد في العراق قدموا تضحيات كبيرة جدا، يعني من القتل الجماعي، استخدام السلاح الكيميائي، عمليات الأنفال السيئة الصيت اللي أدت إلى فقدان 182 ألف إنسان في كردستان، القتل الجماعي للبرزانيين للفيليين. فالتضحيات التي قدمها الشعب الكردي في
في العراق هي أكبر بكثير مما تحقق لهم من أهداف. في هناك تطور أنا أعتقد في الوضع الكردي في كل الأجزاء الأخرى، لكن الآن أعتقد أن الكرد في سوريا شأنهم شأن كل الشعب السوري، يعانون أكثر من أي منطقة من أي جزء آخر. يعني تعتقد أنه الأكراد في سوريا اليوم وضعهم أسوأ من أكراد إيران مثلا؟ لا في سوريا ولا في إيران ولا في تركيا لا يوجد اعتراف حقيقي بوجود الشعب الكردي وبحقوق الشعب الكردي، هذه حقيقة. أنا لا أستطيع أن أقول حقيقة في إيران أو في سوريا، لكن هناك تطور حتى في من هذه الناحية، حتى في إيران، في سوريا، في تركيا. لكن الوضع الكردي ليس هو يعني جيد لدرجة أنه نستطيع أن نقول أنه لا توجد مشاكل أو هناك تطور كبير، لكن في تركيا بالفترة الأخيرة حصل تطور كبير. نعم. طب هل المنطقة على عتبة سايكس بيكو جديد؟ أعتقد نعم، لكن يمكن القول بعبارة أخرى أنه ممكن تصحيح أخطاء سايكس بيكو، إعادة الأمور إلى طبيعتها، إعادة المياه إلى مجاريها. سايكس بيكو قسمت المنطقة بالضبط من إرادة أبناء المنطقة وبطريقة غير طبيعية وغير قانونية. الآن أعتقد الفرصة مناسبة لإعادة تنظيم المنطقة. سايكس بيكو جديد يقسم المقسم. أنا أقول يصحح المقسم. بالإعادة إلى هويات القومية والطائفية والمذهبية. ثبت أنه الكيانات اللي اصطنعت بعد سايكس بيكو وأدمجت قوميات وكيانات بالقوة أثبت فشلها. أنه يجب أن يعاد بناء المنطقة وتقسيم المنطقة على أساس الاتحاد الاختياري وليس فرض صيغة معينة على أي مكون. نحن اليوم نتحدث بالشرق الأوسط عن كيانات أصغر مما كنا، كيانات لا نعرف إلى أين ستأخذنا. اليوم كيف يمكن لمسعود البرزاني أن يقول أو تقنع يعني من يسمعك بأنه لا بأس من التقسيم لأنه هذا هو الطبيعي، بينما الكل يعرف أن المنطق يقول اتحدوا في الاتحاد قوة؟ هذا صحيح، لكن في الاتحاد، اتحدوا اتحاد اختياري وليس صيغة معينة. طبعا الاتحادات، مثلا نأخذ الاتحاد الأوروبي كمثال، ليس هناك فرض صيغة معينة على أي أحد، هناك توافق، هناك اتحاد اختياري، وهناك تكافؤ، وهناك عدالة في الواجبات وفي الحقوق. بينما عندنا في المنطقة كان هناك يعني صنع كيانات بالقوة. والآن هنا أيضا لو يحصل اتحاد اختياري بين المكونات سواء في العراق أو في سوريا أو في مكان آخر، أولا التجربة تنجح والمستقبل يكون مزدهر ومشرق ولن تحصل مشاكل. لكن أن تفرض فئة معينة نفسها وتستحوذ على كل مؤسسات الدولة ومقدرات البلد وتخضع الآخرين بالقوة لإرادتها ومشيئتها، طبعا هذا لا يمكن أن ينجح، والتجربة أثبتت أنها صيغة فاشلة. إن خير مسعود البرزاني بالبقاء في الاتحاد الفيدرالي العراقي هل يبقى؟ لو التزم بالدستور وبالصيغة الفيدرالية كما اتفقنا عليه لا مانع لدينا، لكن طبعا عكس ذلك مرفوض. أنت اليوم تقول الأمثل لنا أن نكون في اتحاد يعطينا كل حقوقنا، اتحاد حقيقي. أنا أقول مثلا في العراق أعتقد حان الوقت لكي نتجه نحو صيغة الكونفدرالية مثلا. طب هو ماذا يفرق عن التقسيم؟ في تطور كبير طبعا بين الفدرالية والكونفدرالية، لكن يبقى العراق بلد واحد. يعني سياسكم الخارجية تريدونها منفصلة، سياسة الدفاع تريدونها منفصلة، سياسة المالية تريدونها منفصلة، صحيح؟ شوف خلي أكون صريح، يعني بعد التضحيات اللي قدمها الشعب الكردي، بعد كل هذه التضحيات لا يمكن أن يقبل الشعب الكردي أن يسلم إرادته إلى أي عاصمة أخرى، يعني خاصة بالنسبة لنا في العراق. نكون شركاء في صيغة كونفدرالية أو صيغة فدرالية متطورة، بالمهم أنه يجب أن يكون القرار بيد الكرد،
وليس من بغداد، هذه بكل صراحة أقوله. سيادة الرئيس، الصيغة الفيدرالية الموجودة اليوم في العراق هل هي مقبولة أم لا؟ لو لم تكن مقبولة لما صوتنا لصالح لا الآن الدستور. الآن الآن هي الصيغة لم تعد باقية، الآن ليست الصيغة الفيدرالية، الآن هناك استحواذ على مؤسسات الحكم، هناك تقريبا الفيدرالية موضوعة على الرف، لم يعمل بالصيغة الفيدرالية. طب يعني بالدستور أقصد. نعم، بغداد تتهمكم أو كما تسميهم أنت حكام بغداد، وهذا بيثير يعني غضب المركز عادة، تتهمكم بأنكم أنتم خرجتوا عن هذه الصيغة التي تقول إنها وضعت اليوم على الرف، صيغة الفيدرالية، بمعنى أنتم تمنعون الجيش العراقي من أن يكون في بلدكم، لديكم البشمركة جيشكم الخاص، تصدرون النفط بعقود خاصة بكم بدون العودة إلى المركز وعقود المشتركة ودخوله في الميزانية. أولا الجيش العراقي لا نحتاج إلى الجيش العراقي، الجيش العراقي يأتي إلى المنطقة لماذا؟ لأي سبب؟ وبعدين البشمركة أو قوات حرس الإقليم هي جزء من منظومة الدفاع العراقية اللي ترفض، يعني حكومة بغداد ترفض هذه الصيغة اللي هي صيغة دستورية واتفاق دستوري. وإذا كان هناك خطر يهدد الإقليم وكان بمقدور الجيش العراقي أن يساعد على حماية الإقليم، يعني نرحب بالجيش العراقي، لكن الجيش العراقي لا يستطيع أن يحمي مدينة مثل فلوجة، ماذا يفعل في كردستان؟ هذه النقطة. النقطة الأخرى، موضوع النفط والغاز واضح بالدستور أنه النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي والواردات لكل الشعب العراقي، ليس لدينا خلاف على هذه المادة أبدا. قلنا هناك اتفاق، قدمنا مشروع، يعني اتفقنا على مشروع قانون للنفط والغاز سنة 2007، وفي ملحق لهذا القانون أنه إذا لم يقر هذا القانون في البرلمان لغاية شهر أيار من نفس السنة سنة 2007 يحق لكل طرف أن يتعاقد مع الشركات إلى أن يقر قانون النفط والغاز. تتحدثين عن قانون النفط والغاز أو الآخرين يتحدثون عن أي قانون؟ لا وجود لقانون للنفط والغاز في العراق. نحن نعتمد على الصيغة الدستورية والدستور يعطينا هذا الحق، وهذا الملحق أيضا يعطينا هذا الحق، ولم نتصرف خلاف الدستور. اليوم مسعود البرزاني يقول لي لا نريد فدرالية، حان الوقت لكونفدرالية. عندما أقول الكونفدرالية لا أقول أنه هي اليوم أو غدا، لكن موضوع تطوير في علاقة الإقليم مع المركز أصبح حاجة ضرورية، يعني الصيغة القديمة لم تعد ناجحة. المركز لديه تفسير خاص به للدستور، نحن لدينا تفسير آخر. الصيغة القديمة والصيغة الحالية خلينا نقول لم تنجح، هناك مشاكل مستمرة بين الإقليم وبين بغداد، ولا يمكن الاستمرار على هذا الوضع. ففي تصوري أفضل حل هو أن نلجأ إلى صيغة الكونفدرالية لكي يعرف كل واحد حق، وهذا شيء طبيعي، يعني أنا أعتبره شيء طبيعي. هل تحدث بعدين خلينا نعرف أنه العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين مع احترامي للقوميات الأخرى، على أساس الشراكة منذ تأسيس الدولة العراقية بعد الحرب العالمية الأولى. إذا لم نكن شركاء حقيقيين فلن نقبل أن نكون أقل من ذلك. طبعا هذا سيصبح موضوع جدي يطرح على البرلمان وربما يعرض للاستفتاء. استفتاء الكردي. الكردي في وقت لاحق، يعني يعني هي مسألة جدية، مو للانتخابات ولا للضغط ولا شيء، وإنما نعتبره هذا حق طبيعي و يجب أن يحصل تطور في هذه العلاقة. نعم، هل تتوقع أن تنال الإجماع الشعبي؟ هل نالت الإجماع من القوى السياسية في المرحلة حتى الحالية؟ حتى إذا كان هناك من يتحفظ، بالتأكيد لو يصير استفتاء أنا متأكد أنه الإقبال يكون يعني شيء غير مسبوق، والتأييد مو أقل من 90%. نعم. سيادة الرئيس، بدي أسألك لو سمحت فقط إجابات سريعة، ما هو احتمال بقاء العراق موحد؟ والله العراق الآن مقسم، يعني واقع الحال مقسم. أولا السلطة المركزية ليس لها سلطة على غرب العراق، أقليم كردستان له وضعه الخاص، في كثير من المحافظات الأخرى يعني المركز ليس له أي سلطة عليه، يعني
لا توجد حكومة مسيطرة على الوضع في العراق، وهي حكومة توافقية لكن في الحقيقة لم تعد حكومة توافقية. فلذلك يعني العراق وضعه استثنائي، وضعه مو طبيعي. ما هي احتمالات أن يكون الإقليم دولة مستقلة؟ أنا متأكد أنه الدولة الكردية المستقلة قادمة، أنا ما عندي شك. بحدود كردستان العراق ولا أبعد؟ والله هي الآن الصيغة الأكثر للتطبيق والتحقيق هي في حدود كردستان العراق. هل السبب أن نفوذكم لا يصل إلى الأكراد خارج العراق؟ لا، لأنه بعد التقسيم اللي حصل أصبح هناك خصوصية لكل منطقة، الأجزاء الأخرى لها أحزاب وشخصيات يمثلون، هم يقررون. بس بدون شك سوف نستشيرهم أيضا عندما يحين الوقت. متى يحين الوقت؟ خلينا نشوف نتائج الانتخابات. رجعنا على نتائج الانتخابات، هل تتوقع مفاجآت بالانتخابات سيادة الرئيس؟ والله لا أعرف يعني، بس الآن ننتظر كل شيء إلى نتيجة الانتخابات ثم نتخذ الخطوات اللاحقة. طيب أنا بدي أروح معك على فاصل لو سمحت، بدي أرجع أسألك عن توقعاتك لردة فعل حكومة المركز على فكرة الكونفدرالية، إلى أين يمكن أن تصل بعد الفاصل لو سمحت. فاصل مشاهدينا، الرئيس بارزاني يقول كونفدرالية، الفدرالية انتهت والدولة الكردية قادمة. بعد فاصل. دعم إيراني أمريكي للمالكي، وهذا سر عجيب وغريب لم نكتشفه بعد. لا أحد يستطيع أن يمنعنا من إعلان الاستقلال. قلت لي يسموكم حكام الجبل. والذين يستهزئون بهذه الجبال قابعون في الحفر لا يرون أي شيء. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، اليوم بصراحة مع الرئيس البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى سيادة الرئيس. أنتم تريدون كونفدرالية، اليوم سيسمعك حكام بغداد، ماذا تقول لهم؟ لا أحد يستطيع أن يمنعنا من إعلان الاستقلال، وهذا حق طبيعي، لكننا لا نريد أن يتم كل شيء بالحوار، لا نريد أن ندخل في صراع دموي مع أي جهة، لا نريد أن يحصل ما حصل في السابق. لكن مسألة الاستقلال وكأنها تهمة، وكأنه ليس من حق الكرد، ومن حق الكرد، لكن يجب أن يكون بالتفاهم. هذه هي قناعتنا، وهذا حق طبيعي، ولا يجوز لأحد أن ينكر علينا هذا الحق. في الفاصل قلت لي يسموكم حكام الجبل. احنا لسنا حكام، احنا أبناء الجبل، ونعتز بهذه الجبال التي حمتنا وحمتهم وحمت من يستهزئون بهذه الجبال. لكن أقول نحن من أعالي هذه الجبال ننظر ونشاهد المنجزات الكبيرة والكثيرة التي تحققت في كردستان، والذين يستهزئون بهذه الجبال قابعون في الحفر لا يرون أي شيء. أين إنجازاتهم؟ أمن؟ خدمات؟ صحة؟ طرق؟ شو اللي قدموه لأبناء الشعب العراقي؟ هل اليوم وصلت لهذه الحالة بسبب انتهاء التحالف الكردي الشيعي؟ لا أبدا، من يحكم أو المجموعة اللي تحكم العراق لا تمثل الشيعة، في قوى أساسية من الشيعة لا تزال هي قوى أساسية، وهي أيضا غير راضية أبدا عن سلوك المجموعة الحاكمة في أنت تحمل المالكي سيادة الرئيس مسؤولية عن... أنا لا أشخصن القضية، لا أحمل المالكي وحده، لكن هو رئيس الوزراء بحكم ذلك هو يتحمل المسؤولية الكبيرة. إيه، وأنا هيدا قصدك. في يعني هل... الأعلى، في التيار الصدري، في شخصيات شيعية كثيرة. هل نوري المالكي؟ لا، هم هؤلاء هم حلفائنا وسنبقى حلفاء. هل نوري المالكي بمنصبه وسياساته وما يمثله، هل هو الذي قضى على الشراكة الكردية الشيعية؟ مع الأسف الشديد أستطيع أن أقول أن طريقة تعاملهم مع القضية الكردية لم تكن موفقة، وأساءت كثيرا إلى هذه العلاقة. لم تكن موفقة كلمة جدا دبلوماسية، هل كانت هناك نية وإرادة
خدمة لمصلحة ما بإنهاء علاقة هو الخلاف الأساسي على طريقة الحكم. هم يريدون إخضاع الكرد لمشيئتهم ولا يؤمنون بالشراكة، هذا اللي ثبت خلال الممارسات السابقة، ولذلك نحن أيضا نرفض أن نكون تابعين لهم، وهذا هو أساس الخلاف. هناك من يقول أن المالكي اليوم يحكم لأنه تلاقي إرادة إيرانية أمريكية، تغاضي كردي أو سكوت. هذا صحيح، هذا صحيح، هذا اللي حصل، وهذا اللي أدى إلى أن يتولى الحكم في الجولة الثانية. صحيح، أنت نادم بشدة؟ لا، ما أنا لا صحيح أنا أقول نادم ولا أحكم اليوم بمعطيات اليوم على قرار تلك الفترة. كنت أتوقع حقيقة، يعني كنت أتوقع من السيد المالكي أن يدافع هو عن القضية الكردية بغيابنا، لا أن يتصرف بهذه الطريقة الغريبة مع الكرد ومع الأقليم. لمصلحة من يقوم بهذا؟ هو هذا السؤال أنا أستغرب، لأن هو عاش بيننا وكان معنا، واللي حد اليوم أنا أعتبره، يعني أحترمه وأعتبره صديق، يعني مو أنا شخصيا ما عندي شيء معه، لكن كنت أعتقد أنه هو الشخص الأنسب لكي يدافع حتى عن القضية الكردية ويعزز العلاقة الكردية العربية ويرد للكرد الجميل، لكن في الحقيقة حصل العكس مع الأسف. بشكل أوسع، هل المالكي نتيجة اتفاق تحالف إيراني أمريكي؟ ولا شك في أن هناك كان دعم إيراني أمريكي للمالكي، وهذا سر عجيب وغريب لم نكتشفه بعد. كان أم لم يزل؟ لم يزل، لكن ربما ليس بنفس القوة السابقة. طب هي أي نوع من التسوية سيادة الرئيس؟ يعني كيف يمكن أن نفهم تسوية إيرانية أمريكية على بقاء المالكي؟ والله هو هذا الحقيقة السؤال اللي محيرنا أيضا، حتى أنتم، حتى نحن، يعني شو اللي جمع أمريكا وإيران على موضوع متفقين ومختلفين على كل المسائل، لكن على هذه المسألة متفقين، شيء غريب يعني. طب أنتم أيضا حلفاء للأمريكان، هل هو تخلي عن الكرد؟ لا، الأمريكان عندهم مصالح وعندهم سياساتهم، يعني الأمريكان لا يبنون قراراتهم برغبة كردية أو رغبة عربية، هم يقررون، هم ربما يعتقدون أنه من مصلحتهم أن يوازنوا علاقاتهم وتحالفاتهم مع الكل، وهذه طريقتهم. بالميزان، هل مصالحهم مع المالكي أم مع الكرد أكبر؟ أعتقد مصالحهم مع الاثنين، مع العراق، يعني مع العراق لو تصرفوا بطريقة سليمة ربما كان الوضع يختلف. ماذا تتوقع أن تكون ردة فعل المكون السني في العراق على كونفدرالية كردية؟ والله الإخوة السنة عليهم أن يتعظوا من الفترة السابقة. بمعنى؟ بمعنى أنهم رفضوا الفدرالية في البداية والآن نادمين، وعليهم أن يتعاملوا مع القضية الكردية على أساس أنها قضية شعب، يعني الخصوصية الكردية يجب أن يتفهموها. يعني حتى الآن لا ترى أن هناك تفهم بأنها قضية شعب؟ في تطور وفي تغيير حقيقة كبير جدا، لكن ماذا سيكون رد فعلهم أنا لا أدري الحقيقة، ماذا سيكون رد فعلهم، لكن هم حلفاؤنا وإخواننا، يعني لا بس سوف، يعني هناك مشاكل سوف يعني تكون حقيقية، أنت بتعرف في مناطق متنازع عليها. يجب أن ندخل في حوار مع كل هذه ونتوصل إلى حلول، يعني طبعا. هل علاقتكم متوترة مع المركز لدرجة أنها يمكن أن تذهب إلى مواجهة عسكرية؟ أنا نتمنى أن لا يفكر أحد في ذلك، يعني في خلافات في شيء، لكننا لا نفكر فيه دفع الأمور إلى حد التصادم العسكري، وهذا لا يجوز التفكير فيه. هل ترى أن المركز يعد العدة لمثل هذا التوجه؟ أتمنى أن لا يفكر في ذلك. عندك معلومات أنه عم بيتجه بهذا الاتجاه أم أنه بعيد بالفعل؟ في السابق أحيانا بدرت من المركز بعض التصرفات يعني غير مسؤولة من هالناحية، لكن كانت محدودة وتوقفت. ماذا يمكن أن يقول لك المالكي حتى تبقى
في الفيدرالية أو حتى تعود شريك بشكل أو بآخر؟ وليس الموضوع الشخص المالكي حقيقة، يعني في دستور، يعني المالكي أو غير المالكي يجب أن تكون، إذا شاءوا أن نبقى معا يجب الالتزام الحرفي بالدستور، يعني الدستور يحدد الحقوق والواجبات، ويجب أن يبتعد أي حاكم سواء المالكي أو من يأتي بعده عن حكم العراق بمزاجه الخاص أو بنصائح مجموعة من مستشاريه اللي لا يعرفون أي شيء عن الوضع. يجب أن يكون الحكم الدستور، نحتكم إلى الدستور عنده. سيد الرئيس، هي مشكلة داخلية، يعني هي مشكلة بفهم طريقة الحكم بالنسبة يعني الحكم الحالي، أم هي بالفعل إرادة إقليمية هدف ما يحدث؟ هو حقيقة يعني هو أولا هي مسألة تفسير الدستور أو عدم الإيمان بالدستور حقيقة، يعني وهذا السبب الرئيسي أنه الحكم وفق المزاج الشخصي يعتبر نفسه الحاكم المطلق للعراق، وهذا غير صحيح، لا يجوز ولا يمكن القبول به. ربما في مسائل أخرى، عوامل أخرى أيضا، لكن بالأساس هي مسألة صراع الإرادة. إرادة. هو اللي يزعجني أكثر من أي شيء آخر، واللي يقلقني ويجعلني أن أكون حاسم جدا، هو أنه أشعر أن هناك رغبة ومحاولة لكسر هيبة الأقليم وكسر إرادة الكرد، وهذا من المستحيل أن نقبل به. أنت تتحدث عن وقف الرواتب، عن محاولات، مسائل كثيرة حقيقة. هذا وقف الرواتب وهذه مسائل ثانوية بالنسبة إلى الموضوع الأساسي، وهو محاولة فرض هيبة الحكومة المركزية على الأقليم مرة أخرى، تفريغ الفدرالية من محتواها، إعادة الأقليم إلى محافظة ومحافظات تابعة إلى سلطة بغداد بدون أن يكون للأقليم أي إرادة أو أي، يعني باختصار محاولة إزالة كل ما تحقق في كردستان وإعادة الأوضاع إلى السابق، تبعية الأقليم كمحافظات إلى حكومة مركزية في بغداد تحكم حسب مزاجها وعدم الالتزام بالدستور. هذه هي المصيبة الكبرى. طب هناك من يقول بأنه لولا مشكلة النفط لما كان صار اللي صار. يعني هذه مو جديدة، هذه بدأت من 2008 تقريبا. من 2008 يعني من 2008 بدأت المشكلة. طب بس أنتم كنتوا شركاء بال 2008، وصلت إلى هذا الحد مع النفط. تحملنا، كان صبرنا طويل، تحملنا، حاولنا معالجة المشاكل، شكلنا لجان، وقعنا معاهدات، وقعنا اتفاقات، كلها ذهبت أدرج الرياح. هل يحق لكم تصدير النفط من دون العودة إلى المركز رئيس برزاني؟ طبعا يحق لنا بسبب إذا كنا موافقين وملتزمين بالمادة الدستورية اللي تقول أنه النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي والواردات تكون لكل الشعب العراقي. احنا ما عندنا مانع ان تكون حصة الاقليم كما اتفقنا عليه 17% والبقية تروح الى محافظات العراق الاخرى، ولكن كان مشكلة انه ليس على اطلاع المركز، كان لا بالعقود ولا بالاسعار ولا بالدخل، هكذا يقولون. مو صحيح، لا مطلعين لكن لا يريدون ان يفهمون، يريدون هم يشرفون على كل شيء، هم ينفذون. تتهمهم بالكذب في مسألة النفط؟ أه؟ تتهمهم بالكذب في مسألة النفط؟ أنا لا أتهمهم بالكذب، هذه كلمة غير جميلة، لكنهم غير صادقين، يعني لا أريد أن أستخدم كلمة الكذب. هم مطلعين، هم لا يريدون أن يطلعوا، هم يريدون رأسا كل شيء يكون تابع لهم، والدستور يعطينا الحق أنه نتصرف بالطريقة اللي تصرفنا بها. سيادة الرئيس، أنت تقول نفذ صبرنا ليس فقط بسبب النفط، نحن من 2008 يعني نحاول تحمل كل هذا المحاولات الإخضاع هذه من حكومة المركز. هناك من يقول لا، سبب اليوم ما يقوله البرزاني عن تفكك العراق، عن كونفدرالية، عن صيغة جديدة، هي الوضع الإقليمي. اليوم أصبح لديه ظرف إن لم يستغله لن يعود، فرصة ذهبية. هذا مو صحيح حقيقة، هذا مو صحيح. احنا ردنا نبني عراق جديد، عراق
تكون في شراكة حقيقية. وأنا أجيب بعض الأمثلة، مثلا الجيش، الجيش كما هو النفط ملك لكل الشعب العراقي، الجيش أيضا هو ملك للجيش كل العراق، ويجب أن يكون في توازن بين مكونات الشعب العراقي. وحسب الدستور قائد فرقة في الجيش يجب أن يعين بترشيح من مجلس الوزراء وبموافقة البرلمان. اسألي أي مسؤول عراقي إذا في قائد فرقة واحد تعين بموافقة البرلمان أو بعلم البرلمان أو بعلم مجلس الوزراء. ليس هناك في الدستور أي مؤسسة باسم مكتب القائد العام. لا وزير الدفاع عنده صلاحية، لا رئيس الأركان عنده صلاحية، لا هي المؤسسة العسكرية عندها صلاحية، كلها مكتب القائد العام. هو هذا خرق للدستور. في الدستور أنه قوات حرس الأقليم جزء من المنظومة الدفاعية للعراق، ومعنى أنه لها حصة في التسليح، حصة في الميزانية. لم أيضا هناك تجاوز على هذه المادة أيضا، وأصلا أهملت بالكامل. موضوع النفط والغاز المفروض أنه يكون هناك قانون، إذا كان هناك قانون ولم نلتزم به عندئذ لهم الحق أن يعاتبونا، لكن لسنا مستعدين أن ننفذ تعليمات وتوجيهات شخص فشل في بقية مناطق العراق ويأتي ويسحب هذا الفشل على أقليم كردستان أيضا. تقول إنه يحاول تصدير فشله. هذا اللي نعتقد، يعني هذا اللي نشوفه. ولكن أنتم يعني تصلكم 17 مليار حصتكم من الميزانية الاتحادية صح؟ مو بالكامل، حتى هذه مو بالكامل. كيف يعني؟ فيها يعني استقطاعات كثيرة بحكم أنه هذه مسألة سيادية وهذه كذا، ويمكن اللي يصل إلى الأقليم 12% من 17 فرق 5 مليارات تقريبا. طيب أنا بدي أحكي أكثر عن الوضع الأقليمي. توقعات البرزاني اليوم، يعني أنت قلت أنا لست حاكم لجبل، أنا ابن الجبل، وتقول أنت مناضل، أنت اليوم سياسي دبلوماسي ومناضل. سيادة الرئيس خلينا نروح على فاصل واسمع جوابك على بعض ما يجري في المنطقة. فاصل لو سمحت. لست متمسك بالكرسي ولست مثل الآخرين على الإطلاق، أنا مستعد في أي لحظة أترك، لكن سوف يكون هناك فراغ. هل ترى اليوم أنهم يعني بنسبة معقولة يكون على صدام حسين؟ أهلا بكم مشاهدينا بصراحة اليوم من أربيل مع الرئيس برزاني. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى سيادة الرئيس. اليوم بدي أسألك لو سمحت عن رؤيتك لما يجري في المنطقة. خلينا نبلش بسوريا. أنتم في البداية كنتوا مع الثورة السورية، اليوم أين أنتم كسياسي عام عراقي وككردي تحديدا؟ في الواقع نحن مع الشعب السوري، يعني ونأسف جدا لما نشهده، ما يحصل في سوريا الآن من نزيف الدم. نتمنى أنه يتوقف نزيف الدم وتتوفر الفرصة أمام الشعب السوري لكي يقرر مصيره ويتخذ قراره بعيدا عن التدخلات الخارجية، وهذا موقفنا كان دائما. طب اليوم الأكراد يعني أقرب إلى النظام السوري من قوى المعارضة السورية. ليس كل الأكراد، تنظيم معين من الأكراد يعني أصبح حليف للنظام، أما البقية له موقف مختلف. الموقف الأشمل هو هذا الموقف، يعني القامشلي وغير قامشلو وغيره من المناطق هي يعني حليف تام للنظام، حتى أنه هناك ما يقول أنهم يحاربون معركة النظام. صحيح، يعني أنا قلت أنه في تنظيم معين تحالف مع النظام وبدعم النظام سيطروا مؤقتا على هذه المناطق يعني بقوة السلاح. هل تتوقع أن يكون هذا خطوة أولى لحكم ذاتي في هذه المناطق الكردية؟ إذا كان هناك فعلا اتفاق بين هذه المجموعة وبين النظام لكي تكون بالنتيجة أنه حكم ذاتي للكرد في سوريا، فأنا أعتبرها خطوة جيدة، لكنني أعتقد أنه ليس هناك أي اتفاق سياسي، أنه مجرد مكسب وقتي وزائل مع زوال الأسباب. يعني اليوم النظام السوري يستغل الأكراد
أنا في المعركة. هيك أتصور، إذا كان هناك اتفاق سياسي فنحن نجهل، يعني إذا كان هناك اتفاق سياسي، وبتصوري ليس هناك اتفاق سياسي على صيغة معينة للاعتراف بنوع من الحقوق القومية والإدارية للكرد في سوريا. لماذا يعني برأيك أنت هذا خطأ أنه دخلوا بدون اتفاق سياسي؟ أنا في تصوري أنه خطأ أنه تقسموا يعني ككرد. ككرد يجب عليهم أن يبقوا موحدين ويتصرفوا كجماعة واحدة، كقوة واحدة، لا متفرقين. وأعتقد من الخطأ أنهم دخلوا في القتال مع أي جهة، لأنه هذه الحرب هم من الحلقة الضعيفة في سوريا، يعني كان عليهم أن ينأوا بنفسهم عن القتال مع أي طرف وينتظروا التطورات. هناك يعني بعض من يقول عن كرد سوريا بأنه عندهم انفصام الوطني، يعني بين الهوية السورية والهوية الكردية. هل المشكلة الأساسية هل هذا هو سبب الانقسام؟ المشكلة الأساسية مساكين، يعني هم حرموا من الهوية السورية، حرموا من الجنسية السورية. فواحد يكون محرم من الجنسية كيف يكون له ولاء، أو كيف يشعر أنه هو مواطن في هذا البلد؟ هل هو خطأ سياسي أنه لم يدخلوا في اتفاق سياسي، أم أن النظام السوري عرف كيف يعني يشعرهم بتهديد يكفي لأن يحملوا السلاح بدون اتفاق؟ الحقيقة كان منطلق ذاتي، يعني مكاسب حزبية ضيقة. بالنسبة لنا في البداية حاولنا مع الكرد في سوريا أنه أنتم توحدوا، يجب أن تكون هناك هيئة تمثلكم مع النظام، مع المعارضة، مع المجتمع الدولي. أي قرار تتخذوه، سواء تتفقوا مع النظام، تحاربوا النظام، تتفقوا مع المعارضة، أي قرار تتخذوه نحن نؤيدكم، أنتم اتخذوا القرار، لكن كونوا موحدين. هذا يعني تقريبا استمروا لفترة معينة، ثم صار هذا التقسيم، قسم راحوا مع النظام وقسم بقوا. فهذا يعني أثر بشكل سلبي كبير على وضعهم، وأخشى أن يؤثر على مستقبلهم لا سمح الله. على مستقبل بقائهم، وضعهم يعني المستقبلي. نعم. عندما أتيت هذه المرة إلى أربيل ظننت أنني في المطار الخطأ، يعني جيت من عدة 5 سنوات كان مطار قديم، الآن بالفعل افتكرت حالي نزلت بالخطأ في مطار آخر. حضرتك يعني من شاهدة على ما المقارنة بين قبل وضع 7-6 سنوات والآن، هذا التطور اللي حصل، وهذا دليل على أن الكرد لو تتوفر لديهم الفرصة بإمكانهم أن يديروا منطقتهم بكفاءة وبشكل متميز. هذا التطور الاقتصادي الواضح، هل معه تطور سياسي؟ أم يعني ستأتي إليه عدوى التسلط الذي يعني مشهور به هذه المنطقة من العالم، هذا جزء من العالم؟ لا سمح الله، تسلط سياسي. لا سمح الله، هيدا هجوم على حضرتك. لا أنا الحقيقة أنا مؤمن بشعبي، مؤمن بقضيتي، وأنا أعتبر نفسي جندي لهذا الشعب. لست متمسك بالكرسي ولست مثل الآخرين على الإطلاق. احنا مؤمنين بالديمقراطية، ولا يمكن أن نقبل بالمس بهذه الديمقراطية في الأقليم، ولا نسمح بانتقال عدوى من مناطق أخرى إلى كردستان. في عندنا نواقص، احنا ناشئين على الديمقراطية، ناشئين على إدارة البلد، لكن في إرادة حقيقية لكي يقرر الشعب مصيره، وكالكلمة الأخيرة هي للشعب. لديكم مشكلة كبيرة مع الفساد سيادة الرئيس. صحيح، كما قلت نحن ناشئين على الوضع، وفي إرادة حقيقية، وحتى الحكومة الكابينة الثامنة تأخرت لكي يكون هناك إجماع وطني وحكومة ذات قاعدة شعبية، قاعدة وطنية واسعة، لكي نتعامل ونتكاتف ونتضامن جميعا لمكافحة الفساد. ما هي الخطوات التي يعني تراها يمكن أن تكون عملية لمكافحة الفساد؟ كيف يتسلل كل هذا الفساد؟ يعني على تقرير أمريكي يتحدث عن أنكم الرابع في العالم بالفساد. بس هذا مو الأقليم يعني العالم. لا ليس فقط الإقليم طبعاً. لا بس الإقليم هناك مشكلة مع الفساد، هذه الطفرة. الفساد يعني التقرير الأمريكي هو يخلي العراق في الصف الرابع، يعني في المرتبة الرابعة.
بس الاقليم مو هيك يعني، في فرق كبير بين الفساد في الاقليم وفي اربيل يعني وفي بغداد، لكن في يعني لا ننكر. اولا نستنجد بخبراء، يعني خبراء لمكافحه الفساد، يعني خبراء دوليين، والان في جهود وفي عمل حثيث من قبل الحكومه. وداخليا ايضا نحاول ان نشرك كل القوى وكل الاحزاب لكي نتعاون سويه لمكافحه الفساد. طب لماذا يصفونك يعني معارضينك السياسيين بانك تحتكر السلطه؟ انا جئت بانتخابات مباشره، وكان هناك اجماع انه يجب ان يكون الانتخاب من البرلمان. الدوره الاولى كان من البرلمان، الدوره الثانيه رفضت ان تكون من البرلمان. انا لحيت ان تكون انتخابات مباشره من الشعب، والشعب هو اللي قرر. وانا عندما انتهت المده طلبت من البرلمان انه حلوا المشكله، ومن ياتي يرشح نفسه انا اسلم الامانه لمن ياتي بعد. لم يحلوا مشاكلهم لا البرلمان، وانا مستعد في اي لحظه اترك، لكن سوف يكون هناك فراغ. انا احب ان لا اترك فراغ، انا مستعد في اي لحظه اترك المنصب عندما البرلمان والأحزاب والقوى يتفقون على كيفية إدارة البلد بعد. يقولون أنه أنتم السبب في عدم اجتماع البرلمان. أبدا، هذا غير صحيح. وأنتم السبب في عدم تشكيل الحكومة، أين الحكومة؟ أبدا أبدا، بالعكس نحن يعني الحزب الفائز يعني في الانتخابات أو الأكبر متصدر. نعم، لم نهمل أي طرف، و أعطينا الوقت لكل الأطراف، الوقت الأكثر من الوقت اللازم لكي تكون هناك حكومة وطنية ذات قاعدة واسعة. ولو كان لو لم نكن حريصين على حكومة وطنية ذات قاعدة واسعة كان بالإمكان أن نشكل الحكومة بالأغلبية. هل ستعطق حقائب سيادية لقوى التغيير؟ نعم سيادية. نعم على حساب الاتحاد. لا مو على حساب الاتحاد، ليس هناك يعني الحقيقة يعني لا الاتحاد ولا الديمقراطي ولا حزب، يعني مو هناك طابو على حزب معين منصب. هذه هي وزارات، هي ملك الشعب، يمكن اليوم تكون للتغيير بكرة تكون للديمقراطي أو للاتحاد أو لأي حزب آخر. متى نتوقع الحكومة معالي؟ في هذه الأيام هناك مباحثات وجلسات جدية لكي تعلن الحكومة قبل الانتخابات إن شاء الله. فخامة رئيس، ماذا تقول للرئيس بشار الأسد اليوم في سوريا إذا كان لك أن تنصحه؟ والله أنا لا أسمح لنفسي أن أنصح أحد، لكن أتمنى أن يعمل على وقف نزيف الدم وإنهاء القتال الداخلي في سوريا، وإتاحة الفرصة للشعب السوري أن يقرر مصيره. ماذا تقول لعبد الله أوجلان القائد الكردي الموجود في السجون التركية؟ أنا بعثت له رسالة، والآن أيضا أوجه له يعني نفس الطلب ونفس الكلام، أنه يستخدم كل نفوذه لاستمرار العملية السلمية في تركيا، وكل ما تقترب العملية السلمية من النجاح أو من النهاية أو تحقق المزيد من التقدم، أعتقد يعني فرصة خروجه من السجن أيضا تكون أقرب، وهذا اللي أتمناه. هل تحاول إخراجه من السجن؟ طبعا لو أستطيع بدون شك لن أقصر في ذلك. ماذا تقول بصراحة لنوري المالكي حول ثوابت لإيجاد حل للإقليم؟ العودة للدستور وللشراكة الحقيقية. يعني أنت تترك الباب مفتوح أمامه؟ نحن لحد الآن يعني لم نتخذ القرار النهائي إذا كان هناك مجال للعودة إلى الشراكة الحقيقية وإلى الالتزام بالدستور. والدستور هو في مقدمة الدستور، الالتزام بهذا الدستور يحمي وحدة العراق. هل تقبل العودة إلى الدستور كما هو أم تطلب تعديل الدستور نحو الكونفدرالية؟ المسألة الكونفدرالية هذه مسألة لا تتعلق بالخلاف مع، هي مسألة تطور في وضع الإقليم ووضع الحقوق الكردية والوضع الكردي. وهذا تعديل للاتفاق للدستور. ممكن يعني، لكن في المرحلة الحالية إذا كان هناك التزام حقيقي بالدستور والتزام بالشراكة ممكن مسألة الفدرالية نؤجلها إلى مرحلة أخرى. بصراحة العراقيون بكوا كثيرا سيادة الرئيس من صدام حسين،
هل ترى اليوم أنهم يعني بنسبة معقولة يبكون على صدام حسين بعدما جاء وحصل اللي حصل؟ والله مع الأسف الشديد يبدو أنه يكاد يكون كذلك. لهالدرجة؟ وهذا غريب يعني، غريب وغريب جدا. مسعود البرزاني كمواطن، إذا ما استفتيت على إنشاء الدولة الكردية في القريب العاجل، في المستقبل البعيد أو أبدا، ماذا تقول؟ تحديد الوقت صعب، يعني صعب. تحديد الوقت صعب، أنه في القريب العاجل أو في البعيد هذه شوية صعب، يعني واحد لا يلزم نفسه بالفترة الزمنية، لكنني متأكد أن الاستقلال كردستان قادم. طيب سيادة الرئيس، نحن عملنا استطلاع عن هذا السؤال نفسه اللي سألته لحضرتك، كان يبدو أنه المشكلة أنه صعب تتوقع متى، فبالاستطلاع في 27% قالوا القريب المنظور، 48% في المستقبل البعيد، 25 قالوا أبدا، يعني تقريبا النصف قال في المستقبل البعيد. بتوافق على هذه النتيجة؟ أنا أقول بين الاثنين. بين الاثنين. طب أنا بتشكرك سيادة الرئيس، شكرا على وقتك، شكرا على استضافتك، شكرا على صراحتك، شكرا لكم مشاهدينا على وفائكم وعلى استماعكم إلينا بصراحة. الأسبوع القادم من سكاي نيوز عربية، أشكركم باسمي واسم كل فريق العمل، إلى اللقاء.